أسألك بالله، في يوم من الأيام هل جلست مع نفسك وتخيلت حالك فوق الصراط؟ الصراط أسود والكون ظلام والنار تغلي وتزفر سوداء، ظلام في ظلام، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. هل تخيلت حالك وأن تسمع الصراخ وتسمع هذا يهوي؟ قد وضعت أول قدم على الصراط ثم رفعت اليمنى، هل تفكرت في حالك؟ هل تنزل على الصراط أو تهوي كما هوى الكثير منا وخلف شهواته؟ ولا عندنا واسطة إلى الآن لأن ضامنين الجنة إلا من رحم الله؟ ما نفكر في الأشياء هذه. نسمع قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، نتخيل ناس ثانين نحن لا تمسنا النار. مرة واحدة حاسب نفسك فالحساب عسير، إلى متى وانضامن الجنة حتى تموت؟ فيقال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما بالنا نعلم لكن ما نعمل. أسألك بالله سؤال، من منا اليوم منذ أصبح أحس في قلبه بوجل من النار فدعا الله في أي سجود من كل قلبه اللهم أجرني من النار؟ من منا؟ من منا حاسب نفسه في اليوم مرة، في الأسبوع مرة، في الشهر، في السنة مرة؟ ولما يذكر الإيمان يأتي إبليس ويكتب اسمك في المقدمة، تريد أن تعرف أنت مؤمن أو لا؟ دعك من تزكيات إبليس، أعرض نفسك على كلام الجبار العظيم. قف، هل نخشع في صلاتنا وتخشع في صلاتك؟ كيف مجالسنا؟ منا من يتورع عن الزنا ويتورع عن أكل حرام ولسانه يفري في خلق الله. أسألك بالله أخي، يا من متعت نفسك بالمحرمات، هل أنت مرتاح؟ تكذب والله إن قلت نعم، لكن أريدك الآن إذا خرجت تذهب إلى الإنترنت، تضرب إحصائية العام الماضي 2001 وانظر بنفسك كم عدد حالات الانتحار العام الماضي. 21,000 حالة انتحار شاب وشابة. طيب أنا لا أكون مغفل حتى أموت، ما دام عندهم الحرية وعندهم كل شيء والتكنولوجيا والحضارة ليش انتحرون؟ الحين نرى شبابنا إلا من رحم الله تلقاه يروح ويجيب الرياض رايح وجاي، فالأخير تطلع عنده محصلة يقول لك الرياض هذه ما فيها مكان تروح، يجلس على الأغاني ويرقص، بعدين يدخل البيت يقول تراها هنا واصلة، لا حد يكلمني، ليش واصلة هنا؟ ما أبسطك الدخان وما أسعدتك الأغاني، ليش داخل ضايق صدرك؟ لا تغفل حتى تموت، اسأل نفسك 10 دقائق، لأن صعبة أنك ما ترتاح فوق الأرض لأنك تعصي الله، ولا ترتاح تحت الأرض ولا ترتاح يوم العرض، والله مشكلة. فهذا مصير لا بد أن نسأل أنفسنا. تريد الإجابة على هذا الاستفهام، لماذا ينتحرون ولماذا أكثر شبابنا ونساءنا عايشين حالة نكد وطفش؟ واحدهم يقول والله ما أحد فهمني، يسافر ترجع لحالة الضنك يقول اشتقت للرياض، وعلى هذا الدوام لن يموت بس يقطع الوقت. تريد الإجابة لماذا كل هذا؟ لأنه أهون على الله من الجعلان، طرب السمع بأنواع الغنى ثم ضاق الصدر وتعاطى الخمر ما استراح، وراح يعبث في النساء، مل من دنياه قرر وانتحر. يحسب المسكين راحته الممات، جاهل باللحد وبضيق القبر، لا وربي ما السعادة في الحياة بالنساء وبالغناء وبالسكر، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. كل خطوة وكل حرف سجلت واطلع عليك الملك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.